الغالي فاروق الحمص محمد عبد سلام. فرحتين النهارده. والنبي الراجل يرفع ايده الاتنين لفوق، اللي يحب النبي يسقف مع الحمصاني في اللي جايه دي يا رجاله. اسمع اللي جايه دي ولا ارفع. علي فاروق محمد عبد سلام، فرحة محمد كريم. يا مزاجك يا ابو حمصة. نسمع ونروح، نسمع ونروح. الله ليلي قالوا قالوا الكلام بالأدب، قلت الكلام نصه ازاي عديم الأدب عامل فيها بنصول. ابن اللئيمة الحويط عمل معايا إلا عشرته شهر وسنة معرفتلوش ملة. اتلمع المقاطيع وقطعه في سيرتي. مبروك عليكوا النميمة يا دوبانا يا جميلة. لايق عليكوا الطرح يا صنف وقطي هدون. مفهمش راجل ذكر نسوى ولا كلمة دول. اسم الفقير لله عايش بحب الناس. ما بقولش كلمة هفا كل الكلام في الجن. أهل الشماتة جاهزين مستنين يشمتوا، وإن سمعوا اسم البعد بلاقيهم اتعفضتوا. أهو كله من أصلكم عيبوا كمان وغلطوا. ما أنا اللي ياما سبتكم على حسة اتنططتم. اسمع الجديد علي فاروق. المصلحجية قاعدين واكلين شاربين نايمين وعينكوا عليا. انا مهما اعمل معاهم خير يترد عسيا. عاملين اصحاب بس انتوا كلام ولاد وزية. يا اصحاب اوباش انا همسح اي طريق بينا وكأنه مجاش. واللي باعني عشان مصلحته انا بيعه ببلاش. ده مفيش تقدير يا اصحاب طراطير كبركم ما يسواش. في الحلوة معايا سهرات خروجات حتى العلاقات في يوم وايام. وقت الشدة بيتفخروا يتمنوا عزايم. بس ما تلدوش يا اللي ما تسوش يوم ما بقى معايا. يا جماعة انا سبت الناس البياع. ايه انا الناس اللي انا هبقى معاها. يا بجحتك انت طلعت بتاع مصلحتك. يلا بالسلامة باي.
شوي يا عديان اتمسك في اللي تمسك بيا رجليا بطلي ماشي الاشكال دي اما بالنسبة لي فارق جاي يا صحابي لكن النبي بفضل عني كلام في غيابي يا نذارة صحابي متلوش رجالة يا خسارة اللي صرفت انا يا ابن عمارة بس البقاء لله مش للي معاه خصمك النبي ترفع ايدك الاتنين اللي فوق وعلى سقف اتغير يا جدع يلا يا حمصاني يا جماعة ست الناس البياعة يا هناها الناس اللي انا بابعها يا بجع ما انت طلع تدع مصلحتك بابي السلامة باي يا نيك استنضى فينا الشبه شوي يا ديك مسك في اللي تمسك بيا رجليك بطني ماشي الاشكال دي صارت اللي صرفت انا يا ابن عمارة والبقى لله مش ارفع ايدك فوق وربنا يفكها وكلها يرجع ويحكها لو عشتها هتزعل يا بلدك كلها عب سلام عمكو وعوي وهفضل بطلع لكو هتعرضها استحمل بقى يا سبيلي احرضك ربنا يفكها اللي على قديمه ربنا يديمه ويا ابو ملك العش لو عشتها هتغب انا عمكو انا عاوي هفضل بطلع لكو هتعرضها يا حمصاني يا حمصاني يا حمصاني طالما كلها بقت بالشعرات علي فاروقي بيكتب الشعرات والكلام ده من عبد السلام لاي واحد غلاوي او اصفراوي عبد السلام بيقول له مش عيب انك تكبر ويبقى ليك اهميه لكن العيب ان مبقاش عندك تاريخ وتقارن نفسك بيا الحياة زي الأسد حواليا ناس ملاش عدد يا ما شلت غيرهم في المحن لا لقيت حبيب ولا سند كل اللي نسيوا أصلهم أنا كنت صالب ضهرهم نسيوا إن أنا كنت السند والوهم شغله غرهم نسيوا البعض ونسيوا دفاتر فجأة لقينا غلطاتهم كتر نسوا إيدي وقت الريح لما ضعفت عليا الكتر نسيوا البعض ونسيوا دفاتر فجأة لقينا غلطاتهم كتر ما بسوا إيدي وقت الريح لما ضعفت عليا الكتر يا محاليا كانوا بيتلم حدش فيهم بيكتش على دمي يا محاليا كانوا بيتلم لا اشوف خيري ولما وقعت مني ما حدش شافه طفي يا دنيا بلاش تدافي شلت الكل على الدافي
شلت الكل على كتافي. دنيا عجيبة بتلعب بينا وتخلينا نعيش أغراب، تفرحنا وتبكينا وتورينا أمور رأسا. دنيا عجيبة بتلعب فينا وبتخلينا نعيش أغراب، تفرحنا وتبكينا. دن 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 أرض دنيا، أرض دنيا نحن دنيا، أرض دنيا نحن دنيا، أنت دنيا. يا لياليك الطرف فيها يجرح، يا ليالي قلبي خايف فيك يموت، يا لياليك الطرف فيها يجرح، يا ليالي ارفع كده 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 كده. لا 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 ما القلوب اتغيرت والاسامي. شكرا، تحياتي علي فرق.